السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. بدأنا بشرح كتاب Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics لسيروي أنجويت. انهينا Chapter 1، اليوم بدنا نتابع بChapter 2 Motion in One Dimension، الحركة في بعد واحد. بعد ما تعرفنا على أساسيات الفيزياء، وحدات القياس إلى آخره، اليوم بهذا Chapter بدنا نشوف الفيزياء الكلاسيكية اللي هي الكلاسيكال فيزيكس، بتهتم بدراسة حركة الأجسام. وبقصد في حركة الأجسام اللي هو البوزيشن اللوكيشن للبارتيكل، موقع الأجسام، وبتهتم بدراسة سرعتها الفيلوسيتي السبيد والأكسلريشن، كله جايين له. سيكشن بهذا التشابتر بيتحدث عن البوزيشن اللي هو اللوكيشن للبارتيكل بالنسبة لسام ريفرنس، والفيلوسيتي سرعته، والسبيد. شوف ايش الكتاب بيبدأ يعرف، بيبدأ يعطيك تعريف البوزيشن إكس. تعريف البوزيشن اللي هو اللوكيشن، اي مكان of the particle، مكان وجود الجسم with respect to chosen reference، يعني بالنسبه لمرجع معين. خليني افترض يا استاذي انه عندي هنا مثلا المرجع، اوكي، هاي الريفرنس اللي هي 0 0 نقطه الاصل، وبدي افترض انه في عندي هنا بارتيكل، اوكي، موجود at x1، و x1 اللي هو مكان البارتيكل بالنسبه لريفرنس معين انا اخترته اللي هو 0 0. طيب، إذا كان الجسم موجود عند X1 at T1 وانتقل الجسم ل X2، أي لغير اللوكيشن تبعه خلال فترة زمنية اسمها T2. هلأ الكلاسيكال ميكانيكس إيش بتقول؟ بتقول لك إذا أنا قدرت أعرف البوزيشن X، هذا الكنز X at all the time، يعني خلال جميع الفترات الزمنية، هذا الكنز، بقدر أحدد الموشن لهذا الأوبجكت. يعني بقدر إذا أنا عرفت X as a function of T، إذا قدرت أعرف البوزيشن خلال طول الوقت، بقدر أجيب السرعة، بقدر أجيب التسارع إلى آخره. إذا هنا الكنز هو معرفة X of T. X of T بتعطيني كل شيء متعلق في حركة هذا الجسم. خلينا نفترض أني بدي أرصد حركة جسم، حركة سيارة، فإيش هم بيجي بيعملوا؟ بيجي بيعمل جراف بلوت، اي رسمه ما بين اكس اللي هو البوزيشن اللي لها وانتقالها مع الزمن. فمثلا التي 1 كانت موجود عند x1، فهي النقطه احداثياتها t1 و x1. بعد ذلك انتقلت، مثلا هي تي 1 وهي x1، بعد ذلك انتقلت من t1 x1، بعد ذلك انتقلت لتي 2 عند نقطه مثلا x2، تمام؟ فبهذا الشكل، فهو بياخذ عدة نقاط حتى يحصل على 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 معلومات عن البوزيشن، تمام؟ بعد ذلك بقدر أنا أحصل على اقتران لهذا البوزيشن بدلالة الزمن. من خلال معرفة لحركة مثلا أي جسم، مثلا كان عند أول شيء عند الزمن 0 كان موجود على بعد 30 متر، بعد عند الزمن 10 صار عند 52، عند الزمن 20 38، عند الزمن 30 كان 0، نقاط، وبوصف بيناتهم وبحصل أنا على بلوت. من هذا البلوت بقدر أجيب X of T، من هذا البلوت أيضا راح أتعمق فيه لقدام، إذا عندي X of T كيف أرسم V of T، السرعة مع الزمن، كيف أرسم التسارع مع الزمن، بيعتمد. طب هلا خلينا نفترض إنه الأمور تمام ورسمت هالنقاط وقدرت أعرف X of T، يعني صار عندي معلومات كاملة عن البوزيشن. ايش بيلزمني ادرس في الموشن؟ اول شغلة بيلزمني ادرس الديسبليسمنت اللي هي الازاحة، الديسبليسمنت. احنا بنعرف الديسبليسمنت هي كمية متجهة، الديفينيشن اللي إلها اللي هي بنعرفها من الصف العاشر، المتجه الواصل من نقطة البداية لنقطة النهاية. هلا كتعريف هون ديسبليسمنت بدي ارمز لها بالرمز دلتا اكس، وتعطى بالعلاقة دلتا اكس بقصد فيها الديسبليسمنت تساوي اكس فاينل، تمام، اللي هي الازاحه النهائيه، ناقص اكس انيشال بدلاله التايم، لانه اكس اصلا راح يعطيك اياها از ا فانكشن اوف تي. فبالتالي دلتا اكس از فانكشن اوف تايم ايكوال اكس ات تي فاينل، عند الزمن النهائي اللي بيطلبوا منك، وهلا لما نحل المسائل بنشوف كيف، ناقص اكس ات تي انيشال، عند الزمن الابتدائي. كمان مره، displacement اللي هي الإزاحة، عندنا بارتيكل انتقل من البوزيشن XI للبوزيشن XF، الإزاحة تعطى بالعلاقة X final ناقص X initial، وهذه بدلالة الزمن. هلا بدنا ننتقل لتعريف مش الديسبليسمنت، بدنا ندرس الإشي الثاني اللي هو الديستانس.
الديستانس اللي هي المسافة. المسافة احنا بنعرف من الصف العاشر كمية قياسية تعريفها طول المسار كامل. هلا تعريف الديستانس اللي هي length of the path، طول المسار، length of the path طول المسار، followed by the particle، followed by the particle اللي بيعملها البارتيكل، وهي كمية قياسية فبالتالي always positive، always نتيجتها positive. هلا الـ displacement is a vector، يعني ممكن تكون نتيجتها يا positive يا negative، وبقصد فيها positive إنها باتجاه محور موجب ونegative باتجاه محور سالب. أوكي، إذن هاي بيقولولها الإزاحة فيكتور، يعني كمية متجهة، فيكتور متجهة، وهاي سكيلر، سكيلر كمية قياسي. وخليني أرمز للديستنس زي ما بيتبع الكتاب، رمز الديستنس بيرمز له دي، دي الديسبليسمنت دلتا إكس. طيب كيف أنا ممكن أحسب دي؟ الديسبليسمنت هي عبارة عن دلتا إكس والأمور تمام. الديستنس كيف ممكن أحسبها؟ خلينا نفترض أنه في عندي جسم كان موجود عند النقطة واحد، تمام؟ وبعدين انتقل للنقطة اثنين، وبعدين انتقل للنقطة ثلاثة، وطلب منك أنا الديستنس، فأنت بتقول لي الديستنس هي عبارة عن القيمة المطلقة للبوزيشن تبعه x عند اثنين ناقص x عند واحد زائد القيمة المطلقة لx عند ثلاث ناقص x عند اثنين. هيك بكون أنا أخذت x2 ناقص x1 اللي تطول هذا المسار زائد x3 ناقص x2 اللي تطول هذا المسار، فأنا أخذ جميع أطوال المسارات. هلأ ممكن بالإقتران طريقة حساب الديستانس هلأ بعلمكم إياه، لأنه ممكن يكون عامل ريفرس، يعني ممكن يعطيني فانكشن، فلازم كخطوة أولى أعمل تشيك إذا هذا البارتيكل عامل ريفرس أو لا، وكيف ممكن أحسب الديستانس. هلأ بالأمثلة بوضحها بزيادة. خلي في بالك ايضا ملاحظة هامة جدا بخصوص الديسبليسمنت، اذا كانت نقطة البداية x initial هي نفس نقطة النهاية x final، فبالتالي دلتا x بدها تكون نتيجتها صفر. if start point the same ended point the displacement is equal to zero. طيب بعد ما درسنا الديستانس والديسبليسمنت بدي اشوف بايش بيلزموني في دراسة الموشن. هلا بدنا ننتقل لدراسة السرعة المتوسطة اللي احنا بنسميها average velocity، السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة الديفينيشن اللي إلها تعريفها V، ونضع عليها سهم للدلالة لأنها كمية متجهة، و average هي as a function of T، تمام؟ هي دلتا X، دلتا X اللي هي الإزاحة، وهلأ تعلمنا إيش هي الإزاحة وكيف بنحسبها على الفترة الزمنية دلتا T. بعد ما درسنا الافريج فيلوسيتي السرعه المتوسطه بيلزمني ادرس كميه فيزيائيه اخرى اللي هي الافريج سبيد. الافريج سبيد كميه قياسيه، تمام؟ as function of t تعرف مش الازاحه اللي هي الديستنس دي اوفر دلتا تي، تمام؟ المسافه الديستنس اوفر دلتا تي. علشان تفهم ايش الهدف من هذا الكميه الفيزيائيه اللي هي الافريج سبيد، طبعا هي قياسيه، خلينا ناخذ هالمثال اللي بيتطرق له الكتاب. بقول لك كونسيدر ا ماراثون رانر، افترض انه في عندنا سباق اللي هو الماراثون، هو رانز ا ديستانس دي وبركضوا مسافه دي اكثر من 40 كيلومتر، وبيرجعوا لنفس النقطه اللي انطلقوا منها، تمام؟ هل بقدر اقول انه ذا افريج فيلوسيتي از زيرو؟ هل بقدر اقول سرعتهم صفر؟ أكيد لا. فبالتالي هون بيلزمني أستخدم definition جديد اللي هو الـ average speed، وهو scalar quantity، يعني هاي vector والاتجاه اللي له بنفس اتجاه الإزاحة، أما هاي scalar quantity. إذن عندي أنا كمية فيزيائية أخرى اللي هي الـ average speed، كمية قياسية بتلزمني أحدد how fast was running، يعني قديش سرعتهم، تمام؟ وهي كمية قياسية وهي الديفينيشن اللي لها. هلا بيهمني أنا كيف أحسبها بالمسائل. ننتقل لكويك كويز 2.1. بيسأل under which of the following condition، تحت أي شرط الـ average velocity of the particle moving in one dimension smaller، أقل من الـ average speed، تمام؟ بنفس الفترة الزمنية، بنفس الفترة الزمنية. ايه معطيني particle move in positive x without reversing، يعني بيمشي بالx بدون ما يعمل رجوع،
ولا البارتيكل موف ان نيجاتيف اكس وذاوت ريفرسينج، ولا بارتيكل موف ان بوزيتيف اكس ذن ريفرس ذا دايركشن، ولا ذير از نو كونديشن. هلا انا بعرف يا استاذي اذا ما عمل ريفرس بدها تكون الازاحه نفس هالمسافه، تمام، لكن اذا عمل ريفرس بدها تكون الازاحه اقل من المسافه، واذا الازاحه اقل من المسافه بدها تكون الافريج فيلوسيتي اقل من الافريج سبيد، فبالتالي الاجابه بدها تكون سي. خلينا اخذ مثال. على سبيل المثال افترض انه جسم بلش من الزيرو، تمام، وتحرك للخمسة، من زيرو سنتيمتر للخمسة سنتيمتر، وبعد ذلك عمل ريفرس لاثنين سنتيمتر. هلا الديستانس هون عبارة عن خمسة زائد اثنين واللي هي سبعة سنتيمتر، لكن الإزاحة اللي هي دلتا إكس هي عبارة عن عبارة عن خمسة ناقص اثنين واللي هي عبارة عن ثلاثة سنتيمتر باتجاه الشرق اللي هو باتجاه الموجب إكس. فبالتالي هنا دلتا إكس أقل من دي، وإذا دلتا إكس أقل من دي بدها تكون الأفريج فيلوسيتي أقل من الأفريج سبيد، لأنه هاي نفس هاي وهاي أقل من هاي، فبالتالي بدها تكون الإجابة سي. بارتيكل موف إن إكس وبعمل ريفرس، إذا عمل ريفرس بدها تكون الإزاحة أقل من المسافة، وبالتالي كمقدار الأفريج سبيد أكبر من الأفريج فيلوسيتي. ننتقل الآن لإكزامبل 2.1. بإكزامبل 2.1 طالب مني أوجد find displacement الإزاحة الأفريج فيلوسيتي والأفريج سبيد for figure 2.1. figure 2.1 إيه إلو تيبل، طبعا بين نقطتين اللي هي بين النقطة A و F في هذا الفيجر. هذا الفيجر إلو تيبل اللي هو تيبل 2.1. لو جيت تشوف إحداثيات A بتلاقي إحداثياتها 0 و30، هي موجودة بالتيبل صفحة اللي هي صفحة 22، صفحة 22 في النسخة التاسعة، فمعطيني إحداثياتها 0 و30، هذه T1 وهاي X1 وهاي T2 وهاي X2، هيك الإحداثيات معطيني إياها. طيب نيجي أول شغلة نحسب دلتا X. دلتا X قانونه X final يعني عند النقطة F ناقص X initial اللي هي عند البداية اللي هي A. طيب ويساوي X عند F كم مقدارها؟ ناقص 53 ناقص من القانون X عند A اللي هي 30. فهذول لو حسبتهم تطلع معاك النتيجة ناقص 83 متر، والناقص انه بالنيجاتيف X دايركشن. بعد ما جبنا دلتا X بيطلب مني الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي V افريج اللي عبارة عن دلتا X على دلتا T. دلتا X هلا حسبناها اللي ناقص 83، دلتا T اللي هي الفترة T2 ناقص T1 50 ناقص 0، فبيطلع الجواب ناقص 83 على 50، وبيطلع ناقص 1.7 متر لكل ثانية سالب بالناقص X واتجاه الأفريج فيلوسيتي بنفس اتجاه الإزاحة. طيب هلأ عشان أنا أحسب الأفريج سبيد المطلوب اللي بعديه بيلزمني أعرف الديستنس. لو رجعت للتابل اللي بنفس السؤال اللي هو عبارة عن تابل 2.1 بوضح لك كيف البوزيشن لهذا الجسم، كيف انتقل من A ل B ل C ل D ل E ل F. طيب لاحظ انتقل من 30 ل 52 اول شغله، فبالتالي دلتا اكس هون عباره عن اللي هي المسافه اللي قطعها من 30 ل 52 اللي 52 ناقص 30، اذا دلتا اكس المسافه 52 ناقص 30 ويساوي 22، المسافه اللي قطعها من A ل B مقدارها 22. بعدين لاحظ من 52 رجع، اذا كان ماشي من 30 ل 52 بعدين رجع من 52 ل 38 كمل للصفر كمل للناقص 37 كمل للناقص 53، فبالتالي المسافه اللي قطعها أثناء عودته من 52 لا الناقص 53 هي عبارة عن دلتا إكس تساوي ناقص 53 ناقص 52 مع القيمة المطلقة ما بدي السالب. ناقص 53 ناقص 52 اللي هي عبارة عن ناقص 105، شيل السالب فبالتالي بتكون المسافة 105، تمام 105. اجمعي لها 22 بتطلع 127، فبالتالي المسافة اللي قطعها هي عبارة عن 127. إذا خلينا نكتبها بشكل سريع. المسافة دي أول شغلة حسب الدلتا X1، كل الدلتا X1 عبارة عن 52 ناقص 30، من 52 ل 30 كديش المسافة اللي بينها؟ 52 ناقص 30 اللي 22. طيب دلتا X2 هلا هون عمل ريفرس، 52 رجع ل 38 رجع للصفر رجع للناقص رجع للناقص 53 اللي عبارة عن القيمة المطلقة لناقص 53 ناقص 52، فبتطلع عبارة عن 105 متر. هلا الديستانس هي عبارة عن 22 زائد 105 واللي بتكافئ 127 متر.
بعد ما عرفت أنا اللي هي الديستانس بقدر أحسب الأفريج سبيد. الأفريج سبيد اللي عبارة عن 127 بقسمها على الفترة الزمنية اللي هي 50. هذه لو اشتغلت عليها يفترض تطلع معك نتيجة 2.5 متر لكل ثانية قيمة الأفريج سبيد. بخصوص حساب الديستانس كمان مرة بخصوص حساب الديستانس لاحظ عمل ريفيرس بس في بوينت واحدة. هلا لما انتقل من 2 ل 3 من 30 ل 52 يعني مشى من 30 اللي تبي الموجب ل 52 كيف بجيب دلتا اكس اللي عبارة عن الفرق بيناتهم. هاي افرض هاي 30 وهي 52 من 30 ل 52 كم المسافة اللي بيناتهم اللي عبارة عن 52 ناقص 30 اللي تي دلتا اكس 1 انا سميتها. هلا من 52 لاحظ رجع لوين؟ رجع ل 38 رجع لهان ل 38 بعدين كمل للصفر بعدين كمل للناقص 37 بعدين كمل في نزول لوين للناقص 53 للناقص 53. هلا بس عمل ريفيرس وحده. اذا في الريفيرس اللي بيعملها اذا انا بعمل لحد يعني انا بعمل بالدلتا اكس بالمنطقه اللي ما عمل فيها ريفيرس. هون لهون ما كان عمل ريفيرس فاخذ دلتا اكس 1 بعدين عمل ريفيرس بس مره واحده من هون لهون فاخذت انا دلتا اكس 2 اللي عباره عن ناقص 53 ناقص 52. تمام. هلا خلينا ننتقل لحل سؤال يكون x as function of t. هلا اوجدنا displacement والdistance والaverage speed والaverage velocity بين point اوكي. لكن اذا كان معطيني x as function of t خلينا نفترض مثلا هذا المثال عندي اللي هو البوزيشن 4 تي تربيع ناقص 16 تي تمام وبيطلب مني الaverage velocity مثلا والaverage speed. خلينا نيجي للaverage velocity. الaverage velocity v average ايش بتساوي؟ في افريج بدها تساوي دلتا اكس على دلتا تي. اذا عشان اجيب في افريج لازم احسب اول شيء الازاحه وطالب الفتره الزمنيه تايم انترفال من 1 ل 3 ثانيه. فبقول دلتا اكس هي عباره عن اكس فاينل اي اكس عند الزمن فاينل اكس عند الزمن 3 ناقص اكس عند الزمن الابتدائي التي انيشال اللي تي 1. فهيك انا بجيب دلتا اكس. هلا كل ما ايش اللي بيلزم اعوض الثلاثه بالاكس اعوض الثلاثه بالاكس بده يصير عندي 4 ب 3 تربيع تمام 4 ب 3 تربيع ناقص 16 في 3 ناقص بين قوسين بدي اعوض هلا الواحد باكس اعوض 4 ب 1 تربيع ناقص 16 ب 1 وباجي بحسبها بشكل سريع على الآلة الحاسبة هاي لو حسبتها بتطلع معي ناقص 12 ناقص 4 ناقص 16 فيها ناقص 12 ناقص 12 اوكي هاي كمان مرة هاي طلعت معي ناقص 12 ناقص مع ناقص بتصير زائد فبيطلع معي دلتا اكس قيمتها صفر اوكي والافريج سبيد في افريج اللي هي صفر على 3 ناقص 1 فبتطلع صفر على 2 اللي هي صفر متر لكل ثانية. طيب بعد ما حسبت الافريج فيلوسيتي لنفترض انه طلب منك الافريج سبيد. الافريج سبيد قانونها في افريج اللي هي الديستانس مقسومة على الفترة الزمنية دلتا تي. طب الديستانس كيف احسبها لما بيعطيني اقتران؟ أول خطوة لازم أعمل تشيك إذا هذا الإقتران عمل ريفرس للدايركشن غير يعني كان على الإكس ورجع أو إذا هذا البارتكل ما عمل ريفرس. فكيف بقدر أفحص هذه؟ باجي على الإقتران معطيني إياه اللي هو تي إكس وبشتق وبساويه بالصفر تمام؟ هالقيم تي اللي بتطلع معي هي القيم اللي عمل عندها ريفرس. خلينا نأخذ الإقتران. الإقتران اللي عندي 4 تي تربيع ناقص 16 تي خلينا اشتقه بتصير 8 تي ناقص 16 4 تي تربيع مشتقتها 2 تي 8 تي مظبوط ناقص 16 يساوي 0 زائد 16 زائد 16 على 2 على 8 على 8 فبتطلع تي 16 على 8 اللي بتطلع 2 سكند. اذا عندي الزمن 2 هو بكون عمل ريفرس للدايركشن فبالتالي تي 1 معطيني اياها كم 1 وتي 2 3. هلا لازم اعمل ثلاث فترات. اول شيء كان هو طالب مني في السؤال من 1 ل 3 هلا ما بينفع لانه عمل عندي ريفرس فبالتالي لازم اقسم المساله من 1 ل 2 اول شغله لازم اشتغلها وبعدين بشتغل من 2 ل 3 يعني بدي اقول الديستانس كمان مره بدي اقسمها من 1 الى 2 تمام ومن 2 ل 3
فبوجد دلتا اكس الديستنس تساوي دلتا اكس 1 زائد دلتا اكس 2 طبعا كبرضه هاي باخذ لها القيمه المطلقه. طيب يعني اكس عند 2 ناقص اكس عند 1 كقيمه مطلقه زائد اكس عند 3 ناقص اكس عند 2 برضه كقيمة مطلقة. خلينا نحسبهم واحدة واحدة. X عند 2 خلينا عوض بالإقتران 2. هلأ اجيت أنا عوضت. عوضت بالإقتران 2 اللي بتصير 4 في 2 تربيع ناقص 16 في 2 ناقص. هلأ بدك تعوض بالإقتران اللي هي إيش؟ الواحد. فبتصير 4 في 1 تربيع ناقص 16 في 1. هاي اجيت زائد كمل. مع القيمة المطلقة طبعا. زائد. بدك تعوض بالإقتران 3. يعني بصير عندك 4 القيمة المطلقة في 3 تربيع ناقص 16 في 3 تمام؟ ولا بدك تعوض كمان مرة اللي هي 2 من شوي حسبناها اللي هي ناقص خلينا نعوض 2 4 في 2 تربيع ناقص 16 في 2 بين قوسين وهي القيمة المطلقة. خلينا نحسبهم واحدة واحدة بشكل سريع. 4 في 4 16 16 ناقص 16 في 2 32 بتطلع ناقص 16 تمام ناقص 16 ناقص افتح قوس 4 ناقص 16 4 ناقص 16 سكر القوس مظبوط 4 ناقص 16 فبتطلع ناقص 4 الاولى بتطلع ناقص 4 كقيمه مطلقه مع القيمه المطلقه بتصير زائد 4 زائد مش مشكله خلينا نشتغل هاي 4 في 3 تربيع تمام 36 ناقص 16 في 3 بتطلع ناقص 12 ناقص افتح قوس 4 في 4 4 في 4 ناقص 16 في 2 16 في 2 سكر القوس هذه بتطلع قيمتها 4 هذه بتطلع قيمتها 4 فبالتالي بيطلع معي التوتال ديستانس ناقص 4 زائد اللي هي 4 زائد 4 المسافة الكلية المقطوعة عبارة عن 8 متر بالتالي الافريج سبيد ايش بدها تساوي الدي على الفتره الزمنيه دلتا تي 8 والفتره الزمنيه كان معطيني اياها بالسؤال 3 ناقص 1 فبيطلع 8 3 ناقص 1 2 فبيطلع 4 متر لكل ثانيه. خلينا ناخذ مثال اخر. خلينا افترض عندي اكس تي تربيع ناقص 4 تي زائد 5 والفتره الزمنيه بدي اياها من تي 1 ايكوال 1 ل T2 equal 4 وبدي أطلب منك واحد الـ average velocity V average اللي هي دلتا X على دلتا T هاي بكل سهولة خلينا نحسب أول شيء دلتا X X final X عند T تساوي 4 ناقص X initial عند T equal 1 وعوض 4 بالإقتران 4 تربيع ناقص 4 في 4 زائد 5 ناقص هلا عوض 1 بالإقتران عوض 1 بالإقتران 1 تربيع ناقص 4 في 1 زائد 5 تحسبها دلتا اكس تطلع معك 3 متر بعد ما حسب الدلتا اكس بتكون في افريج اللي عبارة عن دلتا اكس 3 على دلتا تي على 4 ناقص 1 لتي 3 فبتطلع 1 متر لكل ثانية. هلا بيطلب منك الافريج سبيد 2 افريج سبيد بدون سهم اللي هي التوتال ديستانس على دلتا تي. فاول خطوه عشان اجيب الديستانس لازم اعمل تشيك اذا هو عمل ريفرس ولا لا. باخذ الالكترون اللي معطيني اياه بشتقه بساوي بالصفر وبوجد تي. اذا ما طلع قيم لتي ما بيكون عامل ريفرس. اذا في طلع قيم لتي بكون في ريفرس. اشتقها تي تربيع مشتقتها 2 تي ناقص 4 تي مشتقتها 4 وال5 مشتقتها 0 يساوي 0 زائد 4 زائد 4 على 2 على 2 تي بتطلع 4 2 بتطلع 2. إذا عندي 2 عامل ريفرس. إذا بده يصير عندي الفترة الزمنية هو من 1 ل 4 بصير من 1 ل 2 تمام؟ ومن 2 ل 4 وبوجد دلتا اكس هاي عن هاي بسميها دلتا اكس 1 وبوجد دلتا اكس 2 وبدها تكون الديستانس عبارة عن القيمة المطلقة لدلتا اكس 1 زائد دلتا اكس 2. خلينا نحسب بشكل سريع. دلتا اكس 1 اوكي خلينا نعوض بشكل سريع يلا. القيمة المطلقة دلتا اكس 1 اللي هي اكس عند الزمن 2 مظبوط ناقص اكس عند الزمن 1 زائد القيمة المطلقة اكس عند الزمن 4 ناقص اكس عند الزمن 2
تمام، وبلش عوض ويساوي خذ قيمتك. هلا عوض بالاقتران 2، فبصير عندك 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 5 ناقص بين قوسين، افتح قوس. عوض 1، 1 تربيع ناقص 4 في 1 زائد 5 تمام، وهي القيمة المطلقة. زائد نفس الشيء عوض الأربعة، قيمة المطلقة عوض الأربعة، 4 تربيع ناقص 4 في 4 زائد 5 هاي القيمة المطلقة بين قوسين، أوبس، ناقص عوض 2، عوض 2 بالإلكترون، فتصير عندك 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 5 وبرضو بين قوسين، وخذ القيمة المطلقة. خلينا نشتغلها بشكل سريع. المهم لو حسبتها بتطلع معك دلتا اكس 1 ناقص 1 خذ القيمة المطلقة، ودلتا اكس 2 اللي هي عبارة عن 4 تمام، فبتطلع دي تساوي 5. اذا بده يطلع معي الافرج سبيد في افرج اللي تدي على دلتا تي ويساوي 5، والفترة الزمنية عبارة عن 3، فبتطلع معك 5 على 3 متر لكل ثانية تمام. فهيك بكون تعلمت كيف احسب انا الافرج سبيد والافرج فيلوسيتي اذا اعطاني بوينت، اذا اعطاني اقتران اكس اس فانكشن اوف تي. اهم شيء بالديستنس تعمل تشيك هل في عندي ريفرس بوينت، اذا عندي ريفرس بوينت لازم تقسم الفتره دلتا اكس 1 ودلتا اكس 2، والديستنس اللي تعمل قيمه مطلقه لدلتا اكس 1 زائد القيمه المطلقه لدلتا اكس 2. خلينا الان نتابع بسكشن 2.2 انستانتينوس فيلوسيتي اند سبيد. انستانتينوس تعني لحظي، اي عند لحظه معينه، سرعة عند لحظة معينة. فبالتالي هون أنا بدي أخذ زمن واحد، يعني بدي أفترض إنه T1 هي نفسها T2، أي أن دلتا T تساوي صفر أو تقترب من الصفر، تقريبا صفر تمام. إذا أنا بدي سرعة عند لحظة معينة، مش interval time between T1 and T2، لا بدي إياها just at one time. فبالتالي هون إيش بعرفها؟ منعرفها السرعة اللحظية. السرعة اللحظية خلينا نرمز لها بالرمز V كتعريف الليمت لدلتا اكس. خلينا افترض هلا السرعه هي اللي دلتا اكس على دلتا تي، لكن هنا بناخذ ليمت لانه دلتا تي تقول للصفر، فالليمت لما دلتا تي تقول للصفر لهذا الاقتران دلتا اكس على دلتا تي، هذا التعريف المشتقه، مش هيك التعريف المشتقه اخذناه بالتوجيه. فبالتالي هنا بيتم حساب السرعه اللحظيه من خلال قانون دي اكس باي دي تي، يعني فقط اني بشتقها للفانكشن اكس. اذا في اللي هي الانستانتينيوس فيلوسيتي ايكوال دي اكس باي دي تي، وهو بعطيك زمن واحد. فانت بعد ما تشتق بتعوض تي اللي بعطيني، اعطاك تي 5، بعد ما تشتق الاقتران بتعوض فيه 5، فمن خلال هذا بتوجد السرعه اللحظيه. بتتذكروا بالصف العاشر السرعه اللحظيه كيف كنا نحسبها؟ كنا نحسبها عند زمن واحد، وكان في عندي فانكشن للاكس، الاكس مع تي، صح ولا لا؟ اللي هي الموضع مع الزمن، وكان يطلع معي جراف، سم جراف، كان عندي يعني اي رسمه تمام. وكيف كنا نحسبها؟ كل مثلا بدي اياها عند هاي تي، عند تي تساوي مثلا تي نوت، او تي مثلا واحد ثاني اثنين ثاني اي زمن، فكنا نطلبها عند زمن، فكنا ناخذ ميل المماس، فكنا نعمل مماس وناخذ ميله، نعمل مماس، مماس يمس النقطه، بكون يمس النقطه بس بهذا الشكل، وكنا ناخذ ميل المماس. هيك كنا نحسبها بالصف العاشر. اذا تعرف السرعه اللحظيه ميل المماس، هلا لو كانت هاي السرعه خطيه ميل المماس بيكون هو نفسه ميل المنحنى، واللي بيعطيني إيه اللي هي السرعه اللحظيه. يعني السرعه اللحظيه تساوي متوسط السرعه اذا كان إيه اكس مع تي خطي لينير، هذا درسناه بالصف العاشر. لكن هون بيهمني اني اشتق هالإلكترون واعوض قديش الفتره الزمنيه اللي طالبه مني تي وحده، وبالتالي بحصل انا على السرعه اللحظيه. اوكي، هلا هاي الانستانتينيوس فيلوسيتي ممكن نتيجتها تكون موجبه، وممكن نتيجتها تكون سالبة، وممكن نتيجتها تكون زيرو. أنت بتكون نتيجتها موجبة إذا كان، إذا كان الميل، يعني هلأ عندي أنا هاي رسمة X مع D تمام. هلأ إذا كان الميل هذا، هذا ميله موجب، فبالتالي لما أنا أو مش ضروري بهذا الشكل، ممكن يكون أي منحنى. فبالتالي هاي مثلا هاي ميل المماس اللي تبعطيني السرعة اللحظية، هذا ميله موجب. طب افترض أنه كان عندي ميل المماس بهذا الشكل، هذا ميله سالب. طب افترض اجى ميل المماس بهذا الشكل، هذا ما له ميل، فبالتالي تكون اكس ثابت مع تي، ما في سرعه لحظيه. اذا ممكن تطلع معي موجب، ممكن تطلع معي سالب، ممكن تطلع معي صفر. هلا في غير الانستانتينيوس فيلوسيتي اللي هي الانستانتينيوس سبيد. هلا نيجي للانستانتينيوس سبيد. الانستانتينيوس سبيد الديفينيشن اللي الها ايش الديفينيشن الاله اللي هي عباره عن الماجنيتيود، ماجنيتيود اي القيمه المطلقه، ماجنيتيود اوف
القيمة المطلقة للإنستانتينيوس فيلوسيتي. الإنستانتينيوس فيلوسيتي معنى ذلك الإنستانتينيوس سبيد always positive. Always positive. تمام؟ Always positive. معنى ذلك ما إلها direction. Has no direction. خلينا نأخذ مثال. افترض for example. For example. افترض إنه في عنا particle one. أي جسم particle one. إلو instant instantaneous speed velocity. افرض انه في عندنا particle 1 له instantaneous velocity كذا. خلينا ناخذها زي ما هو بده الكتاب 25 متر لكل ثانيه. وعندنا another particle 2 له instantaneous velocity ناقص 25 متر لكل ثانيه. هلا هذول التو particle هذا له 25 اثنين لهم نفس السبيد الانستانتينيوس speed هو نفسه the same for two particle the same for two particle واللي هي القيمة المطلقة لل 25 و 25 متر لكل ثانية. هنا كويز اللي هو 2.2 بيسأل are members of the highway patrol more interested in your average speed or your instantaneous speed as you drive. هلا أنا درايفر أي واحد بسوق سيارة لما يعني بكون بيهتم بالإنستانتينيوس بالسرعة اللحظية. يعني أنا مثلا بسوق بسيارة عند لحظة معينة بطلع على عداد السيارة بشوفها مثلا 100 فأنا بكون مهتم بسرعة السيارة في لحظات معينة. ليش؟ لأنه الشارع مثلا بتدخل على شارع بقول لك السرعة المسموح فيها 60 فبالتالي عند هاي اللحظة أو بهاي المنطقة سرعتك ممنوع تتجاوز 60 بشوارع ثانية مثلا مسموح لحد 100 فبالتالي أنت ما بتهتم بالأفرج سبيد. انت when you drive the car you are interested in instantaneous speed اللي هي السرعة اللحظية اللي بتظهر على العداد لحظة نظرك عليه. انتقل الآن لإكزامبل 2.2. إكزامبل 2.2 معطيني ثلاث أمثلة تمام وبيسألني بكل مثال at which the instantaneous velocity has the same value of the average velocity. متى تكون قيمة السرعة اللحظية نفسها الأفرج velocity نفسها متوسط السرعة over the entire motion خلال اللي هي مسار حركتها. If so إذا نعم بتساويها identify the points يعني خبرني وين تقع بالضبط هذه النقطة. أول مثال a ball thrown directly upward rises to the highest point يعني في عندي كرة ارتمت للأعلى وصلت لأقصى ارتفاع and fall back into the thrower's hand ورجعت لأيد اللي رمى. هلا الـ average velocity شو تعريفها؟ الـ average V average اللي عبارة عن دلتا اكس على دلتا تي. هلا لانه طلعت لاقصى ارتفاع ورجعت تمام لنفس النقطه اللي انقذفت منها الازاحه صفر يعني دلتا اكس صفر وبالتالي في افريج صفر. اوكي اذا في افريج بهذا المثال صفر. طيب هلا هو بيسالني هل الانستانتينوس فيلوسيتي في نقطه بتساوي فيها الفي افريج؟ يس عند اقصى ارتفاع السرعه صفر. في انستانتينوس السرعه اللحظيه السرعه عند اقصى ارتفاع صفر ايكوال زيرو وين at the top of the motion at the top of the motion يعني في أعلى الحركة أو at the maximum height at the maximum height the instantaneous velocity is zero and equal to the average velocity through the entire motion of this particle. نيجي لبارت بي بيحكي race car عندي سيارة سباق start from rest يعني من الصفر and speed up to 100 متر لكل ثانية. بلشت سرعتها من الصفر and speed تسارعت لحد ما وصلت سرعتها 100 متر لكل ثانية. هلا هاي المعلومات يعني غير كافية اني اقدر اوجد ال V average. ال V average دلتا X على دلتا T لكن هاي المعلومات غير كافية اني احسب V average. بس V average اكيد قيمتها من 0 ل 100 تمام يعني ممكن تكون 50 وممكن تكون اي قيمة. والinstantaneous velocity عند اي لحظة ممكن تكون يا صفر يا يعني برضو قيمتها من صفر لمية. فأكيد at some point راح تكون الـ instantaneous velocity equal the average velocity. كمان مرة إذا الـ average velocity لهذا الكار can't be evaluated but sure must be the average velocity من صفر لمية. النتيجة بتكون من صفر لمية تمام ما بعرف بالضبط بس أكيد نتيجتها من صفر لمية. طيب because car will have every instantaneous velocity between 0 ل 100 and at some time during the interval there must be some instant at which the instantaneous velocity is equal to the average velocity. وبرضو السرعة اللحظية يعني عند أي لحظة معينة يعني خلينا نقول هذه نتيجة 50
إذا ممكن السرعة اللحظة تكون عند أي لحظة برضو قيمتها 50. فبالتالي أكيد في بوينت راح تكون الانستانتينوس فيلوسيتي نفسها الأفريج فيلوسيتي. أقدر أحددها بدقة لأن المعلومات اللي عندي بالمسألة مش كافية لحسب الفي أفريج، لكن أكيد في بوينت بين الصفر والمية بدي يكون الأفريج فيلوسيتي نفسها الانستانتينوس فيلوسيتي. نيجي لبارت سي، بقول سبيس كرافت مركبة فضائية تمام؟ drifts through space يعني بتسوق في الفضاء at constant velocity بسرعة ثابتة، بسرعة ثابتة. هلا إذا كانت السرعة ثابتة، إذا كانت السرعة ثابتة وهذه درسناها بالصف العاشر، يعني لما برسم x as a function of t بدي يكون linear، وإذا كان linear ميل المماس هو نفسه ميل المنحنى، ميل المماس هو نفسه ميل المنحنى، فبالتالي إذا كانت السرعة ثابتة يعني لما باجي أرسم v مع t بدها تكون ثابت على طول الوقت. So الافرج velocity is the same instantaneous velocity. السرعة المتوسطة تماما هي نفسها السرعة اللحظية. إذا في هذا المثال at any time v average equal v instantaneous. لأنه مثلا خلينا نفرض أنه هون في عندي مثلا sometimes one second وهنا عند two تمام؟ فبالتالي سواء الـ average velocity، لاحظ الـ instantaneous velocity عند الـ 1 مثلا قيمتها 5، عند الـ 2 برضو قيمتها 5 تمام؟ طب الـ average اللي هي عبارة برضو قيمتها بدها تكون 5. أوكي، إذا هذه أهم نقطة. إذا كانت السرعة ثابتة، بدي يكون ميل المنحنى لـ x مع t هو نفسه ميل المماس. على خطية لأشوف المماس بمس المنحنى في جميع النقاط، فبالتالي إذا كانت سرعة ثابتة ميل المنحنى نفسه ميل المماس، وبالتالي بتكون الانستانتينوس فيلوسيتي إيكوال ذا أفريج فيلوسيتي all of the time.